السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين في درس التسلسل العددية. التمرين يقول بأن المعادلة x أس 3 ناقص x مربع زائد x زائد 2 تساوي 0 تقبل حلا وحيدا في المجال ناقص 1 0. إذا هذا النوع ديال الأسئلة دائما كنستعملوا مبرهنة القيم الوسيطية. إذا نضع h x كتساوي هذاك التعبير. إذن خصنا نبين بأن أش متصل على المجال ناقص واحد صفر، ونبين بأن أش ديال ناقص واحد في أش صفر أصغر من صفر، ونبين بأن الدالة رتيبة قطعا على ناقص واحد صفر، يعني ثلاثة ديال الشروط، لأن في السؤال عطينا بين أن المعادلة تقبل حلا وحيدا. إذن لدينا أش دالة متصلة على R لأن هذا اللي حدودية، وبالتالي فهي متصلة على I لأن E دي من R. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني خصني نحسب أش ديال الصفر وأش ديال ناقص واحد. إذن أش ديال الصفر عوضنا X بصفر، غيجينا صفر أس 3 ناقص 2 صفر زائد صفر زائد 2، إذا 2. أش ديال ناقص واحد كنعوضو هي ناقص واحد أس 3 ناقص 2 في ناقص واحد مربع ناقص واحد زائد 2. إذا ناقص واحد أس 3 هي ناقص واحد ناقص 2، لأن ناقص واحد أس 2 هي واحد، إذا ناقص واحد زائد 2. إذا ناقص 2 مع 2 كيبقى لنا ناقص 2. إذن أش ديال ناقص واحد أصغر من صفر، وأش ديال صفر أكبر قطعا من صفر، وبالتالي أش ديال صفر أش ديال ناقص واحد أصغر قطعا من صفر. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ديال الرتابة، خاصها تكون رتيبة قطعا على ناقص واحد صفر. إذا هنا خصنا نحسبو الاشتقاق. إذا مهما يكون إكس كتساوي لمجال ناقص واحد صفر، إذا عندنا أش بريم ديال إكس كنحسبو الدالة المشتقة. إذا الاشتقاق ديال إكس أس 3 هو 3 إكس مربع ناقص، عندنا 2 مع إكس كاري غتعطينا ناقص 4 إكس زائد 1. إذا خصنا ندرسو الإشارة ديال أش بريم. أش بريم عبارة عن دالة حدودية، إذا نديرو دلتا ونلقى الحلول. إذا دلتا يساوي ماذا؟ هي بي كاري ناقص 4 أسي. إذا بي كاري هي ناقص 4 أس 2 ناقص 4 مضروبة فاش؟ مضروبة في 3 مضروبة في 1. إذا ناقص 4 أس 2 16 ناقص 4 في 3 12، إذا تساوي 4. إذا دلتا كيساوي 4. إذا الحلول إكس راه كتساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 أ. إذا ناقص بي هي ناقص ناقص 4 تجي 4، ناقص جذر دلتا هي 2 على 2 أ، أي 2 في 3 هي 6. إذا 2 4 ناقص 2 هي 2، 2 على 6 هي 1 على 3 بعد الاختزال، أو x تساوي إذا ناقص ب زائد جذر دلتا على 2 أ، إذا هي 4 زائد 2 على 6 أي 6 على 6 أي 1. إذا غادي نديرو جدول الإشارة. إذا الإشارة ديال أش بريم إكس هي الإشارة ديال الحدودية 3 إكس كاري ناقص 4 إكس زائد 1. إذا الحدودية كتنعدم في 1 على 3 وفي 1. إذا خارج الجدرين غتكون إشارة أ، وداخل الجدرين عكس إشارة أ. إذا مازال عندنا ناقص 1 صفر، يعني غيكون في هاد الجزء هذا. إذا أش بريم تزايدية قطعا على ناقص واحد
صفر. إذن ثلاثة الشروط كاملين محققين. إذن حسب مبرهنة القيم الوسيطية المعادلة أش لي إكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا في المجال ناقص واحد صفر. إذن أش لي إكس تساوي ماذا؟ تساوي حسب المعطيات هي إكس أس ثلاثة ناقص جوج إكس كاري زائد إكس زائد جوج تساوي صفر. وبالتالي غنكونو جاوبنا على السؤال المطروح.